يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الرياضيه المتعودين عليها من برنامج دنيا دنيا. اليوم حكون مدربكم كوتش احمد عريقات، وحكون عندكم كوتش علاء. يسعد صباحك. اليوم حنقدم لكم فقره رياضه حنستخدم فيها فول بادي، حنلعب فيها كل حركة جميع عضلات الجسم. طبعا حنبلش وورم اب هالاحماء. تمرين اليوم شوي حتكون متعبه، طبعا حنحرك الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم، لور بادي وابر بادي. حنبلش احماء خفيف، حنسرع شوي، طبعا اللي حاب يلعب معنا ويقوم هلا يتنشط. حنبلش جري في المكان على الخفيف، حرك ايدي شوي شوي، لقدام مع رجلي طبعا، هلا لورا برضو شوي شوي على الخفيف. ايدي لبرا لجوا، طبعا يفضل الصبح قبل الرياضة لو افطرنا فطور خفيف، بعد التمرين نفطر فطور منيح يكون. هلا عم نعمل ستوب، حناخذ هاي مي يمين شمال على الخفيف، حمي عضلات بطني شوي، ايدي عكس رجلي شوي شوي على مهلي، حاول ارفع ركبتي للاخر لعند كوعي. شوي شوي هلا حنرجع بمكاني نفس الشيء، جرب المكان. هلا حنعمل ستوب، حنبلش اول تمرين سكوات لعضلات الرجلين، حنعمل 20 تكرار ورا بعض. حمهلي شوي شوي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعمل كمان 10، 1 2 3 5 6 7 8 9 10. هنرجع مكاننا على الخفيف، نركض على الخفيف. هنعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنرجع again نعمل سكوات، حتشوفوني من الجنب كوتش علاء قدام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان 10، 1 هنسرع شوي، 2 3 4 5 6 7 8 9. آخر واحدة 10. هناخد نفس خفيف، هننزل نعمل بوش أب، برضو حتشوفوني من الجنب بطلع من قدام شوي شوي ومع محلي انزل، 1 2 3 4 5 6 7. هنعمل 15 تكرار، 8 9 10 5 1 2 3 4. آخر واحدة، 5 هنطلع فوق. هلا فكر جاي على الآخر، هنعمل جمب خفيف، نرفع الهارت ريت شوي، ما انسى اخذ نفس، اهم شيء اضل شاهد على عضلات بطني وانا عم بلعب. ها
هلا هنعمل سيزر لقدام، نضل على رؤوس اصابعي، حرك ايدي على الخفيف زي ما حكيت لكم عشان نرفع الهارت ريت. 3 4 5 6 7 8 9 اخر وحده هنعمل ستوب. نرجع برضه نعمل بوش اب، نعمل 15 تكرار. 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 8 9 5 more. 1 2 3 4 اخر وحده 5. نطلع فوق نريح حالي شوي، بطل نفس خفيف. هلا هنعمل تمرين عضلات الرجلين، نعمل لانج لقدام اليمين. 1 نرجع لورا. 2 هنعمل سكوات. 3 اجين. 1 2 3 كمان مرة. 1 stop 2 3 good coach. 4 more. 1 2 3 كمان 3. 1 2 3 ضايل مرتين. 1 2 3 آخر مرة. 1 2 3 ريح حالي شوي، باخذ نفس كمان مرة. حنرجع نعمل رجل شمال هلا. 1 2 let's go. 1 بعمل ستوب لورا. 2 squat 3 again. 1 2 3 كمان. 1 2 3 طبعا بهذا التمرين بيشتغلوا كل عضلات رجلينا. 1 squat 3 again. 1 2 3 كمان مرتين. 1 3 again. 1 2 اخر واحدة 3. هلا هنبدأ نعمل جامب اب، نرفع شوي هارت ريت، هنعمل هاي نيز هون يمين، هنعمل ستوب، نرجع اجين جامب. لما حكيت لكم حنرفع الهارت ريت شوي، هلا حنعمل هاي نيز بالشمال، ما ننسى ناخذ نفس، نضل واحنا عم نلعب عم نتنفس. 1 2 3 4 نرجع ظهري شوي لتحت، بفتح رجلي قد ما اقدر. 1 نبدأ نعمل جمب. 1 بتحرك بعمل جمب سايد سايد، نضل على الخفيف. هلا هنعمل بانشينج باليمين، نخلي ايدي جاهزين هون فوق على مستوى الشيست، ما انسى اتنفس زي ما حكيت لكم، اعمل جمب عرض اصابعي. اوكي ليتس جو. 1 2 3 4 5 هنعمل 12 7 8 9 10 2 مور. 1 2 نعمل جمب هلا هلا للشمال. جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 مور. 1 2 عم ضل شغالين، نعمل جمب هلا حنهدى شوي شوي. 1 مكاني واخذ نفس، طبعا زي ما حكيت لكم الهارت ريت شوي عليه لنا هلا بلشنا نحس بالتعب. اجين كوش نعمل جمب
Let's go. هلا حنعمل بانشينج تحت هون 1 2 3 حنعمل 15 4 5 6 ايد الشمال تضل فوق قريبه من وجهي 9 5 مور 1 2 3 4 هلا حنعمل الشمال ليتس جو 1 2 3 4 بس القليل اخذ 200 نعمل ستوب ناخذ نفس خفيف كمان مره هلا حنبلش ميوزك هنا حننزل سكوات خفيف رجل اليمين لورا حتكون حنقدمها شوي شوي هون بنزل لتحت ظهر يكون مستقيم كتافي شدين طبعا كل الجهد هون بالتمرين هذا مع الرجل الشمال عضلات الكواترسبس رباعية بعمل تاتش خفيف للأرض حرك شوي أسرع جود كوتش عضلات الرجلين الرباعية رجل الشمال هلا هنعمل ستوب هنعمل جامب مع سكوات هلا 20 تكرار ليتس جو 1 3 عم اهلك فيها شوي 5 بنزل سكوات اهم شيء 8 9 10 again كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هنعمل ستوب واخذ نفس خفيف هلا رجلي بمشي على مهلي مكاني بريح حالي هنرجع نعمل الرجل الشمال هلا طبعا هذا ريت هلا عندنا صار لفوق هلا هننزل سكوات نزل نعمل رجل شمال لورا حط رجل شمال لورا عم اهلي شوي شوي ببلش اسرع مع البيت طبعا هون الجهد حيكون على رجل اليمين اسرع شوي ويت كوتش بعمل تاتش خفيف على الارض اطلع شوي هلا حنستلم هلا حنعمل ستوب حنعمل كمان 20 جمب ورا بعض جاهز كوتش ليتس جو 1 2 3 4 ما انسى انزل سكوات 9 كمان 10 1 2 3 4 5 6 3 more 2 آخر واحدة هلا هناخد ريف واخد نفس خفيف فوق مع بعض كمان مرة اخر واحدة برجع حركة زي على الخفيف هون شوي شوي برفع شوي شوي لفوق طبعا هنعمل هلا اخر دقيقتين هنتعب فيهم شوي بعدين نعمل ستريتشنج خفيف مكاني كوتش هنسرع شوي وقض بمكاني شوي حكونوا متعبين اخر دقيقتين بحاول ارفع
كعبي عن الارض زي ما انتم شايفين لفوق. هلا هننزل على الارض نعمل تمرين اسمه ماونتن. هلا هقرب رجلي على بعض اركض بمكاني شوي اطلع شوي فوق. هلا هنعمل ستوب نرجع على الارض نعمل تمرين اسمه ماونتن. طبعا هذا التمرين بحرك تقريبا جميع اجزاء الجسم. هلا هنعمل ستوب بمكاني زي هون. اخر سنتين هنطلع فوق بهدى شوي. طبعا حسينا بالتعب بالتمرين هون. حرك رجلي هون على الخفيف. هنعمل اخر حركة هلا. هننزل فيها على الارض ارفع وزن جسمي ما ننسى نتنفس ناخذ نفس اهم شيء. هلا هنسرع شوي مكاني. طبعا عرقنا حسنا بالتعب. هلا هنعمل ستوب هون مكاني. هلا هننزل على الارض. طبعا هرفع وزن جسمي حضل على كعابي. هنعمل بانشينج يمين شمال. هون هون 2 3 4 ليلة فوق 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان 6 1 2 3 4 5 اخر وحده 6. اطلع فوق اريح حالي شوي باخذ نفس. كمان مره افتح رجلي انزل الارض تحت. حرو على اليمين شمال. قرب رجلي تنتين على بعض انزل تحت. وهيك بكون خلصت تمريننا لليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيها. استنونا الثلاثة الجاي في يوم رياضي جديد وبحلقة رياضية جديدة. يسعد صباحكم. شكرا للمتابعة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.